معك من تركيا، عاد معك على الاتصال الدكتور ليث من تركيا، تفضل. أهلا بك دكتور ليث من تركيا. نعم نعم دكتور ليث، تفضل. مرحبا. مرحب. مرحبا. أهلا وسهلا. قبل شوي أنا ما كملت أنا ما كملت كلامي، والأخت الدكتورة شوية تهجمت يعني بأشياء. اولا اني ما اعطي مبرر، ما اعطي مبرر لشخصيه القتل. هذه وحده، هذه ما بيها مبرر نهائيا. هذه بالدرجه الاولى. عزيزي الدكتور، انت لا تبرر القتل، لكن هناك فرق بين انت وبين نبيك. نبيك يبرر القتل، القران يبرر القتل. لا شك أنك إنسان بكل ما تحمله كلمة إنسان من معنى، ولذلك لا تبرر القتل، ولكن القتل مبرر في القرآن. أتحداك أن تأتيني بآية قرآنية واحدة تحرم القتل تحريما مطلقا. المايكروفون معك، تفضل.